غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية. ولدى وصول سيادته جدة كان في استقبال سيادته سمو الأمير محمد بن سليز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وكذا كبار رجال الدولة في المملكة العربية السعودية وأعضاء السفارة المصرية. وتجمع القمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية ودولة العراق والمملكة الأردنية الهاشمية. حيث تبحث القمة المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه. على هامش فعاليات قمة جدة التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس الأمريكي رحب بلقائه الأول مع السيد الرئيس مؤكدا تطلع الإدارة الأمريكية لتفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة لا سيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للسيد الرئيس التي تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.